من 7 اكتوبر اليوم ما نجمش يكون متأثرش نفسي. نحن قاعدين نعيش في اكبر إبادة متلفزة ومنقول على المباشر في التاريخ. نزلتني على الثورة، انا عمري 18 عام لحظتها، ما نفكر حتى لحظة في حياتي فرحت فيها قد ما فرحت نهار 14 جانفي. قدمنا تضحيات كبيرة ابرزها انه معطينا زوز من احسن رفاقنا شهداء، شكري بالعيد كيما محمد البراحمي. ما فماش مشاكل ذاتية أكثر تتشخص في ما يسمى بالإيجو؟ أي أنا كي نقول لك فما إشكال في جيل القيادة، أي جزء من الإشكال هذا زعاماتي بالأساس. اليوم فما الناس ما نعرفوش عليهش أصلا هي موقف، إنه الناس هذه وقت اللي كانت بحذانا ما عطيناهاش القيمة والقدر، ما قلنا لهاش الكلام الجميل اللي لازم يتقال لها. ما نحبش نغلط في حق الناس، ما نحبش نقول الكلام واحد تسأل فيها على فترات دقيقة هي في تاريخ تونس. جاني تليفون الصباح ونحضر في روحي باش نمشي نقرأ في كلية الحقوق وقتها سنة أولى، قالوا لي شكري بالعيد ضربوه بالرصاص. طبقة فشلت سياسيا، فشلت معناها، وذاك علاش تم عقابها ب 2019، جزء من العقاب 2019 والجزء الثاني ب 25 جويلية من بعد. نهار إذا كان تفكروا بتفاصيله، تفكروا وين وقفت، كيفاش وقفت، لشكون خزرت الوجوه بين اللي يبتكي وبين الباهت وبين المفجوع. والله برشا حاجات كي نرجع بالتقييم الذاتي نقول كنت نجم نحسن فيها، كنت نجم تكونش كما هكا. على جيلنا أنه يتنظم، على جيلنا أنه يخرج من حالة الاحتجاج إلى حالة التنظم، وصولا إلى مرحلة الحكم.